مركز أبحاث المواد في أمريكية الشارقة وغيرها من الموضوعات تتابعونها اليوم في جامعتي. في خطوة استراتيجية لتطوير مناهجها الهندسية وتوسيع برامجها الأكاديمية، أعلنت كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة عن إطلاقها تخصصاً فرعياً جديداً في هندسة السلامة والحماية من الحرائق. عن هذا التخصص وأهميته أرحب بالدكتور سمير العاشة، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. حياك الله دكتور. حياك الله، الله يعطيكم العافية. الله يحفظك. بداية دكتور، نبارك للجامعة الأمريكية في الشارقة منحها الاعتماد الأكاديمي في التخصص الفرعي في هندسة السلامة والحماية من الحرائق. حدثنا بشكل تفصيلي دكتور عن هذا التخصص، ما أهمية إطلاقه وكيف جاءت فكرته؟ الله يعطيكم العافية وشكرا لكم يعني لإتاحة الفرصة لنا للتعرف على هذا البرنامج. من المعروف في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية نسعى دوما يعني لمراجعة برامجنا الأكاديمية بما يتوافق وسوق العمل والتغيرات السريعة به. ومن هذه البرامج الأكاديمية هي التخصصات الفرعية وما يعرف بالماينور، وهذه التخصصات الفرعية بعضها له علاقة بتخصص الطالب الرئيس بعض منها ليس له علاقة بالتخصص الرئيس. والهدف الرئيس من هذه البرامج الفرعية هو إعطاء فرصة للطالب لتحسين مهاراته في مجال غير مجاله الرئيس، وبالتالي هذا يساعده في إيجاد فرص عمل وبيزعد فرصته في إيجاد فرص عمل مختلفة غير تخصص غير المتعلقة بتخصصه الرئيس. ومن هنا جاء تخصص هندسة السلامة والحماية من الحرائق وأهمية هذا البرامج في مجالات مختلفة في العمل والشركات. وهذا البرنامج جاء بناء على توصيات من اللجنة الاستشارية للجامعة، ومعظم المشاركين في هذه اللجان الاستشارية هم أصحاب القرار في الصناعة، فكانت هناك يعني توصيات مستمرة بضرورة إدماج أمور السلامة والحماية من الحرائق في منهاجنا الدراسي، وبالتالي تم إعداد هذا البرنامج وتصميمه بحيث يتم إعداد الطالب وإعداده بمعرفة الأساسيات السلامة والحماية من الحرائق بما يمكنه من تطبيقها في الصناعة لاحقا بعد التحاقه في العمل. وبذلك يعني التخصص جاء بناء على توصيات مسبقة من كما ذكرنا من أعضاء المجلس الاستشاري في الصناعي في كلية الهندسة، بعد تأكيدهم على أهمية إدماج مفاهيم السلامة والحماية من الحرائق في منهجنا الدراسي، أي أن هناك رغبة ملحة وتوصيات مستمرة من أصحاب سوق العمل واللجان الاستشارية بضرورة أن يكون لدى الخريج أساس متين في أساسيات السلامة والحماية من الحرائق. ونحن يعني هذا البرنامج يعني كما ذكرت يعني هو الأول من نوعه في الدولة وفي المنطقة، وذلك بشهادة الخبراء في وزارة التربية والذين أشرفوا على اعتماد هذا البرنامج، ونحن سعيدون يعني أن يكون هو البرنامج الأول في المنطقة. دكتور، تم إطلاق هذا التخصص بالشراكة مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، نتعرف على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية وكيف تتجسد في دراسة هذا التخصص، يعني نعرف دكتور شوي على دور وجهود هيئة الشارقة للدفاع المدني في دراسة هذا التخصص. دور هيئة الشارقة للدفاع المدني مهم جدا في هذا البرنامج. الهيئة كانت تسعى إلى ضرورة أن يكون لدى العاملين في الشركات والمؤسسات المختلفة ثقافة في تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ التدابير الوقائية بهدف تقليل الحوادث والحوادث المشيكة بشكل عام، وهذا ما كانت تسعى إليه هيئة الشارقة للدفاع المدني، وهو تمكين ووعي الخريج في هذه الأمور. ولذا كان لابد من الشراكة مع هيئة الشارقة للدفاع المدني في هذا البرنامج من أجل تعزيز ثقافة الخريج في هذا المجال. وإلى جانب ذلك كانت الهيئة لها
رغبة في ضرورة وجود برنامج متخصص في الحماية من الحرائق، وهذا هذه الرغبة الملحة صراحة كانت متوافقة مع رؤية الجامعة، وبالتالي تمت الشراكة معهم في إنشاء هذا البرنامج. ونحن في البداية يعني كنا في تواصل مستمر مع هيئة الشرقة للدفاع المدني، فتمت مشاركتهم في البرنامج وفي مواده الدراسية، وتم أخذ التغذية الراجعة من 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 لدى لدى الخبراء أو لدى المختصين في هذا المجال في الهيئة، وتم إدماج هذه التغذية الراجعة في تحسين وتطوير البرنامج وإخراجه بالصيغة النهائية. دكتور، هل هذا التخصص الفرعي متاح للطلبة بكافة التخصصات أم هنالك شروط معينة؟ لا يوجد شروط، يعني احنا عندما قمنا بإنشاء هذا البرنامج كان الهدف تثقيف جميع الطلاب في الجامعة بهذا المجال، وبالتالي يمكن لجميع طلبة الجامعة الالتحاق به، فهو متاح لجميع طلبة الجامعة، ولكن بالدرجة الأولى تم التركيز على طلبة كلية الهندسة. والمواد الدراسية في هذه الجامعة لا تتطلب يعني معرفة سابقة بمواد أخرى، يعني كما تعلمين يعني في مواد في الجامعة تتطلب أن يكون هناك متطلب سابق، ولكن احنا أنشأنا هذا البرنامج وموادها الدراسية بحيث لا يكون هناك أي متطلب سابق، وبالتالي البرنامج متاح لجميع طلبة الجامعة. المتطلب الوحيد أن يكون الطالب قد اجتاز 30 ساعة معتمدة من تخصصه الرئيس حتى يلتحق بالجامعة. وطبعا هناك منسق للبرنامج، وأي طالب يرغب في الالتحاق في هذا البرنامج يمكنه التواصل مع هذا المنسق. على ماذا تتركز دكتور المساقات الدراسية في هذا التخصص؟ المساقات الدراسية في هذا التخصص يعني إلى جانب مواد التخصص الإجبارية والاختيارية يتطلب البرنامج استكمال 12 ساعة معتمدة، وبواقع 4 مواد دراسية، وهذه المواد الدراسية يجب أن تكون مختلفة، ولا يجب أن يكون هناك أي تداخل بين هذه المواد والمواد الإجبارية أو الاختيارية للطالب في برنامجه الرئيس. والمواد ارتكزت على أساسيات الحماية من الحرائق، مقاومة الحرائق في المباني والمنشآت، السلامة العامة، والسلامة في العمليات الكيميائية. إلى أي مدى يساهم هذا التخصص دكتور في فتح مسارات عملية جديدة نحو مستقبل أكثر أمن والسلامة؟ يمكننا القول أن هناك آفاقا كبيرة أمام الخريجين بهذا البرنامج الفرعي، إذ يمكن لهم ممارسة العديد من الوظائف في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنشآت الصناعية الكبيرة وإدارات الدفاع المدني وشركات والوكالات الاستشارية وشركات معدات وأنظمة مكافحة الحرائق ومختبرات اختبار الحرائق وشركات التأمين والبحث الجنائي وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك يعني ممكن للخريج بهذا التخصص الفرعي أن يكون ضابط ارتباط في المؤسسة التي يعمل بها بما يتعلق بأمور السلامة والحماية من الحرائق. ولا شك أن هذا التخصص يلبي الاحتياجات المتطورة للصناعة والمجتمع، ويعزز فرص العمل لطلابنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، والتي تتواجد على أرضها الكثير من المنشآت المحلية والعالمية، وذلك لسمعتها الطيبة، وكذلك يعزز فرصهم في سوق العمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها. دكتور سمير العاشا، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لك، يعطيكم العافية.